قام سيادة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية يوم الخميس الموافق 29 من فبراير 2024 بتنسيق زيارة لدير الأنبا أنطونيوس دير الميمون بأطفيح، وشارك في الزيارة وفد من سفراء دول أمريكا اللاتينية، وذلك استكمالاً للاحتفالات المصاحبة لمسار العائلة المقدسة في مصر. وكان في استقبالهم نيافة الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف وتوابعها. سعداء بتشريفكم النهاردة، زيارة ليها كل تقدير وليها كل اهتمام. دير الميمون هو بداية الرهبنة في العالم كله. اللوجار سيما المونستيريو دي الميمون. تضمنت الزيارة جولة تعريفية للدير من حيث التاريخ، حيث إنه أول دير في العالم تأسست فيه الرهبنة على يد الأنبا أنطونيوس الكبير أبو الرهبان. توجد بالدير كنيسة الأنبا أنطونيوس الأثرية التي بها المقبرة الفرعونية التي أقام بها الأنبا أنطونيوس في أول حياته، والجميزة التي لقب بها الدير نسبة إلى محل إقامته. توجد أيضاً كنيسة أبي سيفين التي بها جزء من رفات الشهيد أبي سيفين. مصر فيها أمور تميزها عن كل بلاد العالم. المكان ده واحد من ضمن هذه الأماكن. السفراء ماشيين مبسوطين خالص ومعجبين، وفي منهم دعونا إن احنا نروح نزور بلادهم، بنقول لهم نورتونا وشرفتونا، وبنشكر وزارة الخارجية على ترتيب الزيارة دي وإلقاء الضوء على مكان مهم زي ده. في النهاية أبدأ السفراء انبهارهم بالدير وقدسية الآثار الموجودة به. وقد قدمت سفيرة كولومبيا السيدة أنا ميلينا مونوز هدية من كولومبيا للأنبا زوسيما. Thank you so much. Thank you so much. Take me a photo. Can we take a photo? Yeah, please. وأيضا قام نيافته بتقديم هدايا للسفراء تذكارا للزيارة من دير الميمون. إنجي عماد، ميسات.